بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 61. الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زلنا معه في موضوع بيان دين الإسلام الذي هو دين جميع الرسل وإن تنوعت شرائعهم، وأن الإسلام معناه الاستسلام لله بعبادته حسب ما شرعه في كل وقت، والانتقال من الشرعة المنسوخة إلى الشرعة الناسخة طاعة لله، وأن من زعم أنه مسلم مع بقائه على الشرع المنسوخ فليس بمسلم، كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على الناس من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الشيخ رحمه الله مبينا الفرق بين الإسلام العام الذي عليه جميع الأنبياء والإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أو لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، إلى أن قال رحمه الله: وذكر عن رسله نوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام، وأصل الشرك الشرك بالشيطان، ثم ذكر الآيات الواردة بذلك إلى أن قال: ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس الشريك الذي اتخذوه معه مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك مملوك له، سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك،
فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قد ذكر أرباب المقالات أي الذين صنفوا في الملل والنحل ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. قد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، إلى قوله فأنا تسحرون، إلى قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يريد الشيخ رحمه الله من هذا الكلام وإيراد هذه الآيات القرآنية الدالة عليه بيان أن المشركين على اختلاف مللهم لم يشركوا بالله في الربوبية، فلم يزعموا لآلهتهم التي يعبدونها مع الله أنها تشارك الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما يريدون منها أنها تشفع لهم عند الله تعالى وتقربهم إليه زلفى، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بين سبحانه مقصودهم من اتخاذ هذه الآلهة، وأنه طلب الشفاعة منها لهم عند الله، وأن تقربهم إلى الله زلفى، والله سبحانه لم يشرع لعباده أن يجعلوا بينهم وبينه وسائط في دعائهم له وقضاء حوائجهم، بل أمر بدعائه مباشرة من غير اتخاذ واسطة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.